أهم الأحداث والأخبار اللي معانا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هنأ في اتصال هاتفي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وده بمناسبة صدور أمر تعيينه وأداء اليمين الدستورية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت الشقيقة من خلال البناء على الروابط التاريخية المميزة وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كلا البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة والدولة تشكل هذه اللجنة، بذلك بيأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون ما بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هنأ في اتصال هاتفي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة صدور أمر تعيينه وأداء اليمين الدستورية. أعرب رئيس الوزراء عن بالغ تهانيه لولي العهد على صدور الأمر الأميري بتزكيته لهذا المنصب، راجياً الله عز وجل أن يمنحه التوفيق ويسدد خطاه لمواصلة جهوده المخلصة في العمل من أجل خدمة الكويت وشعبها الشقيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأكد الدكتور مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت الشقيقة من خلال البناء على الروابط التاريخية المميزة وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كلا البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وأكد مدبولي أن تشكيل اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الإفريقية وما تضم من تمثيل لمختلف الوزارات والجهات المعنية إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وعلى الأخص السياسي والاقتصادي منها، أن اللجنة بتشكيلها هذا من شأنه أن يضمن استمرار التواصل لاستعراض ومتابعة أوجه التعاون المصري مع مختلف الدول الإفريقية، كما أنه يعزز من دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع أوراتسيو سيكالتشي وزير الصحة الإيطالي والوفد المرافق له اللي بضم عدد من أبرز شركات الرعاية الصحية الإيطالية والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة. وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين القاهرة وروما بتشهد زخم قوي على مختلف الأصعدة بفضل الدعم الكبير اللي بيقدمه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية. وثمن الدكتور مدبولي الجهود اللي بيبذلها ميكيلي كوارنو سفير إيطاليا لدى القاهرة من أجل تعميق التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي في شتى المجالات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة التقى بريت ماجريك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، وأيضاً الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.